المطمئنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل هذه النفس المطمئنة، هي التي اطمأنت على طاعة الله، خلاص أصبحت الآلة الطاعة بالنسبة لها عمل آلي، ما عاد يجد صعوبة أنه يجي يصلي. إذا شاف امرأة من بعيد يقول كذا بدون استعاذة، ليه؟ ما عاد عنده شيطان، الشيطان حقه قد رماه. اي نعم، يمر عليه مال حرام، من يوم يشوف الريال الحرام يرى انه ثعبان يبغى يسلب عليه دينه، لا حرام لا. هذه النفس المطمئنة تعيش على هذه الحياة، ثم تنتهي مدتها ويناديها الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، كأنها كانت في رحلة عمل، ارجعي إلى ربك راضية في نفسها، مرضية من قبل مولاها وفاطرها. وين أروح؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب.